وعشان نعرف تفاصيل أكتر بينضم لنا على التليفون النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ. وصباح الورد عليك يا سيادة النائب. صباح الجمال لحضرتك والياسمين والهبة الاثنين، لأن النساء العربية مش عارف مين اللي معايا. طبعا احنا يعني واحد يعني مع حضرتك يا ياسمين. خلينا نعرف أكتر من وجهة نظر حضرتك، ما هي أبرز تلك التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة في ملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد؟ أولا صباح الفل على مصر وعلى رئيس مصر وعلى كل الناس. صباح. وعايز أقول في البداية كده، واسمحي لي إن أنا أتوجه بالشكر للإعلام المتميز اللي ابتدى المسألة تبقى بالنسبة للمواطن المعلومات بتوصل له نتيجة الدور المهم جدا اللي أنتوا بتقوموا بيه، فكان لازم الواحد يقول الكلمة دي، لأن إحنا شفنا النهاردة الاهتمام الزايد والمعلومات اللي بتوصل للمواطن عن طريق حضراتكم، فكل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا لحضرتك. النقطة الثانية، احنا بنتكلم عن حكومة جديدة جاية في وقت صعب جدا، وقت المواطن المصري فيه محتاج الى ان يشعر بمردود من صبره وحبه لبلده من حكومة تبقى متميزة وقادرة على حل مشاكله. انا عايز اقول ان مفيش دولة في العالم ما فيهاش مشاكل، والمشاكل موجودة بطبيعة الحال، واحنا شايفين كل الدول فيها ايه، سواء كان اقتصاديا او غير اقتصاديا، لكن المهم في الحكومه انها تحل المشكله قبل ما توصل الى ازمه. صحيح. هو ده الكلام اللي احنا عايزينه من الحكومه. صحيح. اللي احنا منتظرينه، الشعب كله منتظر من الحكومه الاهتمام زي ما سياده الرئيس قال بالمحور الاقتصادي. المحور الاقتصادي هو اللي هيفتح كل الابواب بعد كده، اذا اهتمينا بالانتاج، بحل مشاكل الصناعه والزراعه على وجه التحديد، بزيادة الإنتاج، بالاهتمام بالتصدير ونشوف المصدرين إيه مشاكلهم وإزاي يزيدوا من التصدير، إزاي نخفف الاستيراد بزيادة الإنتاج وجودة الإنتاج للمواطن المصري اللي يستحق إن إحنا نهتم بيه أزيد من كده. هو ده الكلام اللي هيشعر بيه المواطن، وهو اللي هيبقى في النهاية الرضا بتاعه، هو اللي هيقيم الحكومة. الاختيار كان للسيد رئيس الوزراء، التقييم هيبقى للمواطن في الشارع، فبالتالي نتمنى من السيد رئيس اختياراته انها ان شاء الله تكون اختيارات على قد المسؤوليه، وانها تنعكس بالحلول الايجابيه لصالح المواطن وصالح الشباب، لان المصري ابن بلد محب البلد ومحب لرئيسه، طموحه بيعلى مع وجود السيد الرئيس، لان بنشوفه بيتكلم في كل وقت بصراحه وبيهتم بالمواطن وبيوجه ليه، فاحنا عايزين الحكومة تكون على نفس المستوى. ومش هنتكلم في اللي فات بقى، اللي فات خلص، لكن بنقول اللي جاي هو اللي احنا بنتمناه، وبنتمنى الخير لمصر، وبنتمنى المواطن المصري يكون راضي عن أداء الحكومة وعن تلبية طلباته، لأن المواطن المصري طلباته كلها بسيطة، انه يعيش حياة كريمة ومبادرات طيبة فعلا بتغطي احتياجاته اليومية. طيب سيادة النائب، يعني خليني أسأل حضرتك كده، إحنا بنغير أشخاص ولا سياسات؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك سؤالك ده خطير جدا. إحنا المفروض إن تغيير الأشخاص ده ما يفرقش معانا، لكن السياسات هي اللي تفرق معانا. الأشخاص، ويا ريت تبقى السياسات محطوطة مش لفترة حكومة واحدة، ولكن لفترة يعني متوالية، وده بيكمل ورا ده، ما يجيش حد يقول لك اللي فات كان غلط وإحنا هنغير ونبدأ من أول وجديد. السياسات مهمة جدا. لو بصينا للوزراء الشخصيات اللي موجودة، أعتقد إنها شخصيات هتكون على قد المستوى، وهتبقى سياساتها متميزة لصالح تنفيذ الخطط المطلوبة لإرضاء المواطن المصري. تغيير السياسات مطلوب إنها تتطور، إنها تتعدل، لكن ما تبدأش من الصفر، لأن ما عندناش رفاهية الوقت الحقيقة. احنا محتاجين المواطن يشعر بسرعة بنتيجة وجود حكومة جديدة، لان احنا كلنا خلاص الموضوع بقى موضوع تغيير الوزراء وانتظار التشكيل الحكومة، خد مننا اهتمام كبير جدا طبعا، وزي ما شكرت الاعلام باكد على دور الاعلام، انما محتاجين السياسات اللي جاية تبقى سياسات مكملة للي فاتت مش مغيرة ليها، وفي نفس الوقت مطورة لكل الاداء اللي فات. ونتمنى ان الوزراء، لان النهارده الاعلام خلى المواطن المصري مركز قوي. صحيح. فتقييم الاداء هيكون من المواطن، واكيد ان الحكومه هتبقى مهتمه برضاء المواطن زي ما احنا شفنا في الجزء طبعا المهم
اللي دايما بنتكلم عنه اللي هو الامن والامان، كل التحيه والتقدير للقوات المسلحه والشرطه المصريه، واستمرار الامن والامان لمصر ده مهم جدا. رضاء المواطن المصري المراه الشاب ده المهم كمان، رضاء الصانع مهم جدا، حل مشاكل المزارع مهم جدا. الاهتمام بالامور دي سياسات لابد ان المجموعه الاقتصاديه تشوف السلبيات كانت ايه، وعندهم سرعه جدا في تنفيذ سياسه جديده لصالح النهوض بالزراعه والصناعه تحت. اكيد، واحنا بنؤمن الحقيقه ان الاختيارات هتكون في مكانها وهترضي المواطن ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك سياده النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا يا فندم.